اهلا معاكم فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده ان شاء الله نتكلم عن الهالات السوداء، هنتكلم عن اسبابها ونعالجها ازاي واشهر الكريمات المستخدمه لعلاج الهالات السوداء. فيديو مهم جدا، تابعوا معانا الفيديو للاخر. اول حاجه، الهالات السوداء عباره عن ايه؟ الهالات السوداء عباره عن ظهور لون اسود او ازرق تحت العين على هيئه نص دايره، وفي الاغلب بيكون معاه انتفاخات او انخفاض في المنطقه ديت، والتلات حالات طبعا بيبقى شكلهم مش كويس. طيب، اسباب الهالات السوداء: اول حاجه الارهاق وعدم النوم بشكل كافي، تاني حاجه استخدام التلفزيون او الموبايل لمده طويله، رقم 3 مع تقدم العمر سمك الجلد بيبتدي يقل وافراز الكولاجين بيقل، رقم 4 البنات اللي بتحط ميك اب تحت العين وتسيبه فترات طويله وفي الاغلب بتنام بيه، ده برضو بيبقى من اشهر الاسباب، رقم 5 اسباب وراثيه، رقم 6 اضطرابات الهرمونات اثناء الدوره والولاده والحمل، رقم 7 الجفاف من اشهر الاسباب اللي بتؤدي لظهور الهالات السوداء، عشان كده لازم نشرب كميه مناسبه من الميه للحفاظ على رطوبه البشره على الاقل 8 اكواب يوميا، رقم 8 حساسيه العين بتزود نسبه ظهور الهالات، رقم 9 التعرض للشمس فترات طويله بيحفز الجلد انه يفرز الميلانين اللي بيغمق لون الجلد، رقم 10 الانيميا ونقص بعض الفيتامينات زي فيتامين كي وفيتامين اي وفيتامين سي، دي اشهر الاسباب. طيب نعالج الاسباب دي ازاي؟ اول حاجه شرب كميه مناسبه من الميه على الاقل 8 اكواب يوميا علشان نحافظ على البشره رطبه بشكل دائم، رقم 2 نبتعد نهائيا عن الشاي والقهوه، رقم 3 لو في انيميا نعالجها، 4 كمادات ميه بارده، ودي حاجه مهمه جدا، كمادات ميه بارده في المنطقه اللي تحت العين بتبقى ممتازه جدا لانها بتضيق الاوعيه الدمويه وبالتالي بتقلل الغرقان الموجود تحت العين، رقم 5 نعمل كمادات شاي بارد لانه بيحتوي على الكافيين وفيه مضادات اكسده بيحسن الدوره الدمويه وبالتالي بيقلل من ظهور الاوعيه الدمويه والانتفاخات تحت العين وبيساعد على تفتيح المنطقه ديت. هنعمل الكمادات دي ازاي؟ هنجيب كيس او 2 شاي في ميه بارده ونحطهم في الثلاجه نص ساعه، وبعدين نعمل كمادات ونحطهم تحت العين لمده ربع ساعه. طيب وبعد كده رقم 6 هنستعمل اقراص فيتامين سي او كبسولات فيتامين سي زي سي ريترد، نستخدمه مرتين في اليوم، ده بيزود انتاج الكولاجين اللي بيحافظ على نضاره البشره. رقم 7 حاجه مهمه جدا او خلطه مهمه جدا، كبسولات فيتامين اي 1000 مللي من اي صيدليه ونحط عليها معلقتين زيت لوز حلو وتتفرد تحت العين مساء لمده نص ساعه، طبعا نتائجها ممتازه جدا. نرشح بقى اشهر 4 كريمات واحسن 4 كريمات للهالات السوداء من الصيدليه من الارخص للاغلى. رقم 1 شيد اوت كريم، شيد اوت كريم كريم ممتاز جدا وسعره معقول، بيتحط مرتين في اليوم ومكوناته كلها طبيعيه والنتائج بتاعته رائعه جدا، شيد اوت كريم. هكتب الاسعار بتاع المنتجات ديت في تعليق مثبت تحت الفيديو. بير لايت كريم رقم 2، بير لايت كريم برضه مكوناته طبيعيه 100%، بيحتوي على عرق السوس والبابونج والصبار وفيتامين سي، بيتحط مره واحده مساء لمده نص ساعه، بير لايت كريم. رقم 3 فيرديكس اي كونتور سيروم، ده طبعا رائع جدا، بيحتوي على الكافيين بكميه مناسبه، بيساعد على تحسين الدوره الدمويه، بيقوي الشعرات الدمويه حول العين، كمان في مضادات اكسده وفي فيتامين سي بيعمل على تفتيح الجلد حول العين، غني بالكولاجين والرويال جيلي اللي بيعمل على ترطيب وتحسين ملمس الجلد حول العين، وده استخدامه مرتين في اليوم ويفضل عدم الخروج للشمس. رقم 4 وده طبعا احسنهم واغلاهم، فيتشي ايديال وايت اي وايت اي، ده بيعمل بتقنيه الدي ار ام وايت المستخدمه في الكريم ده، وده حائز على براءه اختراع. الميزه اللي فيه ان هو او الميزه ديت بتعمل على ازاله التصبغات الموجوده في البشره والبقع الداكنه، بيتكون من فيتامين بي 3 او بي 3 وده بيلعب دور مهم جدا في تنشيط الدوره الدمويه في البشره والتخفيف من الهالات السوداء والانتفاخات حول العين. الكريم ده الميزه اللي فيه كمان ان هو فيه حبيبات مضيئه بتنير محيط العين بشكل فوري وسريع. الكريم ده مناسب لجميع انواع البشره وكمان البشره الحساسه، استخدامه مرتين في اليوم ويفضل عدم الخروج للشمس. ده كده كان الفيديو بتاع النهارده، الهالات السوداء اسبابها وعلاجها، ويرشحنا افضل الكريمات المستخدمه لعلاج الهالات السوداء. اتمنى الفيديو يكون عاجب حضراتكم، يا ريت لايك للفيديو لو عجبكم علشان يوصل لاكبر عدد من الناس.
اشتراك في القناة وتفعيل الجرس للي مش مشترك. شكرا لكم، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.